FM. الكلمة ليك. والله احنا مصابين بصدمة، يعني اذا كان رئيس الجمهورية المؤقت عنده مستشارين بهذا المستوى المتدني والسخيف والبائس، فنقول بأن الرأي العام هدر سبهللا، وانه مستشارين الجمهورية يوصلوا الى هذا المستوى فبئس الاستشارة وبئس الجمهورية. الناحية الثانية انه نعرف العلاقة بين هذا السيد وحزبه ومن وراءه مع الدواعش، هم الذين ساهموا في ظهور هذه الأشياء الغريبة على الوطن العربي، هم الذين سهلوا نقل أبنائنا في سوريا وتحويلهم إلى مجرمي حرب عالميين. أن يتهمنا بهذه الطريقة ليس فيها فقط جحود للدور الوطني الذي لعبه الاتحاد لإنقاذ تونس من براثن حرب أهلية، كان هؤلاء من الذين يسخنون لها منذ مدة، ومنهم هذا المستشار البائس الذي يتحدث على قناة أجنبية منظمة وطنية في حجم الاتحاد العام التونسي للشؤون. اضطررنا إلى الرد عليه، لأنه لو لم يكن في هذا المقام نتاع مستشار رئيس الجمهورية لما ردنا على هذا الشخص الغريب والنكرة والذي لا وجود له في حياة تونس قبل الثورة، وظهر من أجل ابتزاز المال العام. الاتحاد العام التونسي للشؤون الأكبر من أن ينعته مثل هؤلاء، وهو منظمة أنقذت البلاد في كل مراحل التاريخ اللي عرفت فيها تونس أزمات، ولن نسمح بمن هب ودب أنه طاول وأنه يسلب وأنه يشتم ويستخدم في حملته الفاشلة شماعة اسم الاتحاد العام التونسي للشؤون. هذا غير مسموح به، ثم أخلاق نتاع حملة انتخابية وثم مواثيق. لعل هذا الشخص وحزبه ممن لم يقبلوا بميثاق الشرف حول الحملة الانتخابية، القضاء سيحسم في هذا الأمر وبدنا طبعا الإجراءات. هذه الإجراءات ولن نتوقف عنها. الكلمة ليك.